المجلس هيكون برئاسة معالي المستشار عدلي منصور الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية، وطبعا في تشكيلة المجلس كتير من الأسماء والرموز والشخصيات المهمة، ولصاحبة يعني خبرة محترمة وكبيرة في هذا الملف. نفهم التفاصيل أكتر عن الجامعة وعن مجلس الأمناء وعن التقديم في الجامعة دي من سيادة الوزير دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات معانا على التليفون. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا وألف مبروك. أشكرك على الاستضافة الكريمة وتحية واحترام لمشاهديك الكرام. شكرا يا فندم. سيادة الوزير، جامعة مصر المعلوماتية، الأول خلينا نتوقف مع الخبر، القرار اللي صدر بتشكيل مجلس الأمناء وعلى رأس المجلس معالي المستشار عدلي منصور، كلمنا عن حيثيات القرار والاختيار والشخصيات المهمة اللي موجودة في المجلس. والله يا فندم يعني هو مجلس الأمناء يعكس يعني بإذن الله قدر هذه الجامعة ويعني اقتناع كل الجهات القائمة عليها بأهميتها وبإن شاء الله مركزها المرموق، وهذا يعني منعكس في أولا قبول يعني قام بحجم وقدر فخامة الرئيس عدلي منصور أن يعني يرأس مجلس الأمناء، يعكس يعني إدراك سيادته لأهمية هذا المشروع وللدور اللي إن شاء الله هتلعبه هذه الجامعة في إحداث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضا لأن هذه الجامعة ولدت بمكانة رفيعة من خلال التعاقدات العالمية اللي أبرمتها واللي هتكلم إذا سمحت. يا ريت بقى نفهم بقى طبيعة الجامعة، أهميتها، يعني هفهمين إنها أول جامعة سواء في المنطقة حوالينا أو في الشرق الأوسط متخصصة في هذا المجال التكنولوجيا المعلومات، تكلمنا عن ده يا فندم وطبيعة التعليم فيها عامل إزاي؟ تمام يا فندم، يعني زي ما سيادتك تفضلتي الجامعة هي أول جامعة متخصصة في اتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا والشرق الأوسط. الجامعة زي ما قلت الهدف منها هو أن تحدث نقلة نوعية في الكفاءات والكوادر الموجودة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات. كيف ستحدث هذه النقلة النوعية؟ من خلال تعاقد مع جامعات عالمية على يعني قدر وشأن كبير، فتعاقدت الجامعة مع جامعة بيردو. جامعة بيردو واحدة من أحسن 10 جامعات في الولايات المتحدة في مجال الهندسة. تعاقدت مع جامعة مينيسوتا، جامعة مينيسوتا واحدة من أعلى أو من أحسن 30 جامعة في مجال الهندسة في الولايات المتحدة. الطالب بيلتحق في جامعة مصر المعلوماتية يدرس 3 سنين وفقا للمناهج وطرق التدريس ومواصفات المعامل الموضوعة من الجامعة الدولية اللي هو ملتحق في برنامج ثلاث سنين. السنة الرابعة له الاختيار، إما أنه يستمر في الدراسة في جامعة مصر المعلوماتية ويحصل على بكالوريوس من جامعة مصر المعلوماتية، أو أنه يسافر آخر سنة إلى مقر الجامعة في أمريكا بيردو أو مينيسوتا ويحصل على بكالوريوس مزدوج من جامعة بيردو ومن جامعة مصر للمعلومات. طب ده بيحقق يا فندم، ده بيحقق معادلة ربما يعني أو نقاش دائر في الكثير من البيوت المصرية في هذا الوقت من العام اللي هو يعني قرب الزور نتيجة الثانوية العامة والتحاق الطلبة واختيارهم، اختيار ولادنا يعني وبناتنا للجامعة التي يلتحقون بها. عندنا أولياء الأمور من ناحية يعني بعضهم يخشى من بعث الأولاد والبنات في سن مبكر إلى دولة أجنبية وما يعني يقترن بهذا من مخاطر. النقطة الثانية العيب المالي، الوطء المالية، أن أنا النهاردة عشان أبعت ابني يدرس في جامعة زي بيردو أو مينيسوتا ويقعد يعني سيتكلف في حدود 700-800 ألف جنيه في السنة عشان يقعد هناك ما بين إقامة ودراسة. فمن ناحية تانية الشباب طبعا مقبل على فكرة السفر وخوض تجربة الحياة في دولة أخرى والتعرف على
الوقفات الاخرى. فده هيعمله لو عايز في سنه رابعه اللي هو رابع سنه فده يكون احنا كبر بنقول يعني على برضه. المعادله، بنقول ايه؟ احنا هنقعده اول 3 سنين هنا يدرس مناهج بردو ويعني بنفس مواصفات معاملها والمناهج تمام. وطرق التدريس والى اخره، ويسافر سنه واحده، فالوطأة الماليه اخف على ولي الامر. الولي الامر هيبعت ابنه او بنته في سن 22 سنه مش في سن 17 او 18، فالنضج والتجربه افضل. وفي نفس الوقت الشاب او يعني اولادنا او بناتنا مفهوم. يخوضوا التجربه، تجربه السفر والحياه في دوله اخرى ومع ما يعني لها من فوائد وخبرات برضو الكلام ده هي كله. وخبرات طب هو كده بقى يعني مع التنسيق او العام الدراسي ده الجامعه تستقبل الطلاب السنه دي ان شاء الله، مش كده يا فندم؟ بإذن الله إن شاء الله يا فندم. اسئله بقى عن المصاريف، القواعد، هنقبل مين، الحاجات اللوجستيات دي بقى يا فندم. تمام، احنا الحقيقه توسعنا جدا يا فندم في منح التفوق حتى تصل الى 55% لمن هو اكثر من 95% في ثانويه عامه. وفي بعض الاحيان في كليه زي كليه الفنون الرقميه ممكن توصل ل 85%. يعني اللي جايب اكتر من 95% هيبقى في منحه بالنسبه له، او 50% يعني. 50%. طيب. والسيد الرئيس وجه انه بالنسبه لاوائل الثانويه العامه يكون هناك منحه تصل الى 90 او 100%. تمام. فالمصاريف الحقيقه احنا بنبدي فيها مرونه كبيره. ما لا مرونه فيه ولا يعني تساهل فيه هو التفوق العلمي، لانه الجامعه جامعه جاده، الدراسه فيها تحتاج الى جهد ومثابره ومستوى علمي مرتفع حتى يستطيع ان يواكب حتى العبء الدراسي اللي هيفرض عليه من الجامعات العالميه اللي هو هيدرس وفقا لمنهجها. تمام، شكرا جزيلا سيادة الوزير دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة جديدة وإضافة قيمة، وإحنا بنتكلم على طالب يكون مؤهل لسوق العمل ويكون الحقيقة متطلبات سوق العمل والتطور الحديث لازم تكون برضو بيصاحبه التطور في الفكر وفي مناهج وفي التخصصات، وده اللي بيوفره الجامعات الأهلية اللي هنرجع نتكلم عليها بعد شوية.